من أهلنا وعشيرتنا يعني ممن حولنا من أهل بلدنا، أنه هل نطلق عليه أنه كفر عملي لما يأتونه من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو تقبيل أو استغاثة أو غير ذلك بالمقبورين والصالحين؟ لا أستطيع أن أعطي قاعدة عامة، قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، قد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا. أنا أقول شيء قد يكون غريبا، أنا لا أتجرأ على القول بتكفير الشيعة أو من يسمونهم بالرافضة إلا إذا عرفنا عقيدة كل واحد منهم. مثلا خميني أعلن عن عقيدته بما سماه بإيش؟ حكومة الإسلامية. هذا كفر بلا شك يعني، لكن أنا مش ضروري أتصور كل عالم شيعي هو يحمي الناس بالفكرة هذه. فأقول من كان يحمل هذه الفكرة، من كان يعتقد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ربع القرآن الحقيقي اللي هو في مصحف فاطمة، لا شك في كفر من يقول هذا. لكن أقول الشيعة كفار لأنه كثير منهم أو لأنه كتابهم الكافي يقول كذا وكذا، هذا غير كافي لتعميم إطلاق لفظة كفر على الشيعة وعلى الرافضة، لأنه هنا في سببين مانعين من هذا الإطلاق. الأول أننا لا نستطيع أن نقول كل عالم شيعي يحمل هذه العقيدة المكفرة. ثانيا ينبغي أن نتحقق الشرط الثاني وهو إقامة الحجة، فهذا وهذا مفقود. يكفينا إذن أن نقول هؤلاء ضالون، أما بدقة متناهية فينبغي أن نعرف عقيدتهم إما من لسانهم أو من قلمهم.